سوف تقوم المجموعة بكتابة الأفكار المشتركة لديها. ما هي فكرتك يا أصيل؟ المقياس هو الذي ينقسم إلى مقياس خطي ونسبي وكسري وكتابي. ممتازة، أحسنتي. أفكار الطالب الثاني؟ ما هي فكرتك يا حنان؟ إطار الخريطة هو الذي يحيط في الخريطة. هو الخط الذي يحيط بالخريطة، ممتازة. أفكار الطالبة الثالثة؟ أفكار الطالبة رغد؟ الآلات التصويرية مثل آلة التصوير والمساحة الضوئية والثلاثة البروجكتر. البروجكتر، ممتازة، أحسنتي. أفكار الطالبة الرابعة؟ واحد الطبع بالكربون الشيف. الطبع بالكربون الشيف. المربعات. المربعات، هذه الطرق اليدوية. ما هي الأفكار المشتركة؟ عنوان أساسيات رسم الخريطة بالأفكار المشتركة هي ما هي يا أسيل؟ عنوان الخريطة. عنوان الخريطة. إطار الخريطة. إطار الخريطة. مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة. مقياس رسم الخريطة. مقياس رسم الخريطة. أحسنتم، سلمتين.